خلال الحرب العالمية الثانية، مع استهداف طائرات الحلفاء لمعاقل الإمبراطورية اليابانية، تقوم الغواصات بدور المنقذ البحري لإنقاذ الطيارين الذين سقطت طائراتهم وتمكين عودتهم إلى القاعدة، وهم يتفهمون المخاطر. كان اليابانيون يعاقبونهم عند أسرهم. تؤكد عمليات الإنقاذ فكرة الجيش الأمريكي بعدم التخلي عن أي رجل وفعل كل ما في وسعهم لإعادته إلى الوطن. في الحرب العالمية الثانية، أتاح سلاح مغمور بالماء القتال من تحت الأمواج بدهاء وقوة وصلابة، رد عليهم أعداؤهم. سلاح مبتكر لكنه يبقى بدائيا أحيانا. إنه رهان يائس لتغيير مسار الحرب. باتت قصصهم أساطير. أكتوبر عام 43، وسط المحيط الهادئ، يراقب قائد الغواصة الأمريكي يوجين ماكيني مع طاقمه السماء، مع اندلاع المعارك الجوية بين الطائرات الأمريكية واليابانية. لا تقتضي مهمتهم هنا إغراق السفن. يراقب ماكيني تحسبا لسقوط طائرة أمريكية بالقرب من غواصتهم. إن تلقى الإشارة ستحاول غواصة سكيت إنقاذ الناجين. كان الأمريكيون دوما جادين بعمليات البحث والإنقاذ، لأنهم يعرفون التأثير الإيجابي لذلك على المعنويات. داخل الغواصة يصغي طاقم سكيت لموجة الراديو الخاصة بالطيارين الأمريكيين، لكن لا يمكنهم إلا أن يسمعوا. يشبه الراديو ماسح الشرطة، فهو يستقبل الإشارات فقط، لا يمكنهم مراسلة طائراتهم ومنعها من مهاجمتهم. بالنسبة إلى طواقم الغواصات المدربين على التعامل مع الطائرات الحربية كتهديد قاتل، هذا موقف مقلق. معتادون على الغوص حين يرون طائرة، ولا يمكنك التخلي عن هذه الغرائز. كانوا محقين حيال شعورهم ذاك. هناك غواصة، لنقضي عليهم. مع سماع طاقم سكيت لطيار أمريكي يحدد غواصتهم على أنها هدف، ماكيني وطاقمه في حالة عجز عمليا. يفكر قبطان سكيت بالغوص. لنبتعد، إنها معنا. لكن عبر الراديو يتعرف قائد سرب الطائرات على الغواصة بصفتها صديقة، ويتراجع قبل أن يجبر ماكيني على التحرك. تتمركز الغواصة سكيت الأمريكية قرب جزيرة وايك التي تحتلها اليابان، والتي تقع على بعد نحو 3200 متر جنوب شرق اليابان. للتشويش على عمليات العدو هنا، تشن البحرية الأمريكية هجوما ضخما مع إطلاق مئات الطائرات الأمريكية من حاملات الطائرات لإسقاط 320 طنا من المتفجرات على مدى يومين متتاليين. من الساحل ترد القوات اليابانية بوابلا من القذائف المضادة للطائرات، وتطلق مقاتلات ميتسوبيشي زيرو. تنير المعركة سماء الليل. غرب الغارة ب19 كيلومترا تتلقى سكيت إشارة من طائرة أمريكية تحطمت. ربما نجح طاقمها بالقفز منها. للأمام بأقصى سرعة.
يبحر ماكيني بغواصته على السطح حيث يمكن للكشافة مسح المياه مع الآخرين الذين صعدوا إلى البرج لمشاهدة الضربة الجوية. لكن الظلام يجعل البحث عن ناجين صعبا مع استمرار القتال في السماء. إنها طائرة. تنقض طائرة يابانية من السماء وتوجه أسلحتها نحو الغواصة الأمريكية. أدت عمليات البحث لجعل الطاقم في حالة مكشوفة. أخلص هناك مجموعة من الرجال الذين عليهم إخلاء السطح لتتمكن الغواصة من الغوص. تواصل طائرة العدو هجومها. لا يمكن لرجال ماكيني أن ينزلوا السلم إلا واحدا تلو الآخر مع عزيز الرصاص من حولهم. يبقى ماكيني على السطح ويقوم بإحصاء الرجال. مع إخلاء طاقمه للسطح يسرع بالنزول بدوره ويغلق الباب من خلفه. تغوص سكيت لتفادي الهجوم. مع نزول الغواصة لعمق 27 مترا تنفجر القنابل الجوية بالقرب منها. عند انفجار القنبلة أول ما تشعر به هو موجة الصدمة على جانب الغواصة التي يرافقها صوت دوي ثم صوت الهدير الهائل. إنه شعور مرعب لا يمكن وصف ذلك. ينجو طاقم سكيت من القصف مع عدم تعرض غواصتهم لأي أذى. لكن مع استقرار الموقف ينهار ضابط السطح ويلس إدوارد ماكسن بشكل مفاجئ. اتضح أن رصاصة أصابته من الطائرة اليابانية. لم يعرف الطاقم بإصابته إلا الآن. أحضر المسعف. اخترقت الرصاصة ظهر ماكسن لكنها لم تخرج. يحاول مسعف الغواصة أن ينظف الجرح ويضمده. ليس لديه المهارات ولا الأدوات ليستخرج الرصاصة. يواجه ماكيني خيارا صعبا. هل يترك مهمته سعيا لتأمين العناية الطبية للمصاب أم يبقى ويحاول إنقاذ الطيارين؟ كيف تشعر؟ أنا بخير بخير. حسنا. رغم إصابته البليغة يطالب ماكسن نفسه بمواصلة سكيت مهمة الإنقاذ. يختار ماكيني مواصلة مهمتهم. في خضم إثارة الأحداث فاتت فرصة إنقاذ الطيار الأمريكي. بعد صعودهم إلى السطح في الصباح التالي تلقت الغواصة إشارة عن وجود المزيد من طواقم الطائرات الغارقة. يقرر قبطان الغواصة الوجود على البرج بمفرده ويأمر بإغلاق فتحة برج الملاحة لإنقاذ غواصتهم إن دعت الحاجة للغوص السريع. تعلم ماكيني الدرس من اليوم السابق. سيسمح لهم هذا بالغوص بشكل أسرع إن فوجئوا مجددا. يحدد ماكيني مكان الطيار الغارق على بعد 3 كيلومترات من الجزيرة لكن ما من إجراء إنقاذ محدد مسبقا. يتطلب الأمر الكثير من الارتجال في هذه المرحلة. عليهم أن يجدوا الحل أثناء سير العملية. ب
بوجوده في مرمى نيران المدفعية الساحلية اليابانية، يقرر أن ينزل بالغواصة قليلا لتقليل احتمالية رصدها ويقترب من الهدف. لكن مع تجول 3 من طاقم مكاني على السطح الذي يفيض ماء، تطلق الدفاعات اليابانية النار من الجزيرة. مع وجود كل من الطيار والغواصة في مجال رميها، للمرة الثانية في غضون أيام قليلة تعرضت سكت لنيران العدو أثناء محاولتهم إنقاذ أحد الطيارين. أكتوبر عام 43، تواصل غواصة أمريكية مهمة إنقاذ. إنها طائرة. حتى بعد تعرض أحد أفراد الطاقم للإصابة أثناء محاولة إنقاذ في اليوم السابق، حين هاجمت طائرة يابانية الغواصة. وتعرض ضابط السطح ويلس إدوارد ماكسن لإصابة بالغة. كانت إصابة ماكسن قاسية على الطاقم، فهو ضابط شاب ومحبوب، وهو مصاب الآن بينما يحاولون إنقاذ طيار لا يعرفونه حتى. الآن يتسلل طاقم غواصة سكيت على سطح الغواصة نحو طيار أمريكي ثان سقطت طائرته أثناء الضربة الجوية على جزيرة وايك. يفتح اليابانيون النار على المنقذين والطيار من مدفعية الشاطئ. هذا مصدر خوف كبير للطاقم، فهم ليسوا مكشوفين للطائرات فحسب، بل هم في مرمى نيران دفاعات الشاطئ. حتى على بعد 3 كيلومترات يمكن لطلقة واحدة أن تخترق هيكل الغواصة وتهدد بتقويض قدرتهم على الهرب. رغم المخاطر ومع سقوط القذائف حول الغواصة، يندفع طاقم الغواصة إلى الأمام. فجأة توقف هجمات من طائرات أمريكية المدفعية الساحلية. يتوقف العدو عن إطلاق النار. وأخيراً ينجح فريق إنقاذ الغواصة بالوصول إلى الطيار الملازم هارولد جي كيكر ويسحبونه إلى الغواصة. بالنسبة إلى كيكر يبدو ما حدث أقرب للمعجزة. حين ترى وجوهاً أمريكية أخيراً تشعر بالامتنان لأنك تعرف أنه تم إنقاذك. إنه حدث جلل. كيكر هو الطيار الأول الذي ينقذ من قبل غواصة أمريكية مكلفة بمهام الإنقاذ. هذا الإنقاذ يرفع معنويات الجميع. هذا يمنح التجربة صفة إنسانية بالنسبة إليهم، وهذا يبرر المخاطر الكبيرة التي يقدمون عليها. لكن بالنسبة إلى سكيت، سيتضح أن الثمن الذي ستدفعه مقابل مهمتها أكبر بكثير. ففي الصباح الباكر من اليوم التالي يستسلم ضابط السطح ماكسن لجراحه البليغة على متن الغواصة. إنها فترة عاطفية مؤثرة بالنسبة لأفراد الطاقم، فالغواصات أنظمة ضيقة وأخويات متقاربة، وهؤلاء الرجال يعرفون بعضهم. وفي هذه اللحظة تقع مسؤولية إرشادهم على عاتق الربان. ليلة 9 أكتوبر عام 43، يجهز مكيني وطاقمه جثمان ماكسن لدفنه في البحر. الغواصات غير مجهزة للتعامل مع رفات البحارة، أعني أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها وإعادتها إلى الوطن، كما أنهم لا يستطيعون ترك المعركة. لذا عليهم الاهتمام بهذا الأمر بينما يقومون بدورياتهم في عرض البحر. يلفون الجثمان بقماشة كتانية كبيرة ويقيمون طقوسا بسيطة، ثم يلقون بالرفات في المحيط. هؤلاء البحارة الذين يقضون أيامهم في عرض البحر يعودون إلى البحر بعد موتهم. وفي هذه الحالة حين تموت في المعركة تعرف أن هذا جزء من التقاليد. إنها تجربة مؤثرة ومثيرة للعواطف.
ستنقذ سكيت 6 طيارين في مهمة الإنقاذ التاريخية هذه، وتثبت أنها عامل حيوي في حرب المحيط الهادئ. قمنا بتعليم أولئك الرجال قيادة الطائرات والمشاركة في المعارك، وأردنا أن نحتفظ بذلك للمستقبل. يواصل الحلفاء حملتهم ضد الإمبراطورية اليابانية. نحن في حالة الهجوم. الآلة الصناعية داخل الولايات المتحدة تعمل بكل طاقتها، لذا هناك تيار هائل جديد من الطائرات والقوات والسفن على وجه الخصوص، والتي تدخل مسرح المحيط الهادئ. في الأول من سبتمبر عام 44 تشارك غواصة فينباك الأمريكية في مهام الإنقاذ بالقرب من الجزيرتين اليابانيتين آيوجيما وتشيتشيجيما جنوب شرق طوكيو ب1200 كيلومتر، والتي تتضمن مدفعية مضادة للطائرات تحمي الجزر الرئيسية. يخطط الحلفاء لضربة جوية للقضاء على المنشآت الدفاعية، ويضعون الطيارين موضع الخطر الشديد. هذه الجولة 3 للضابط التنفيذي هيربرت سبراتلين على متن الغواصة الأمريكية، لكن قائد فينباك روبرت ويليامز حديث العهد. علامة السمت 097. أصبح سبراتلين صلة وصل ويليامز مع الطاقم، ومهمته أن يكون مدركا لما يفكر به الرجال. يعرف سبراتلين أن الطاقم مثبط العزيمة. 220. أمضت فينباك غالبية جولتيها الحربيتين الأخيرتين في تنفيذ مهام الإنقاذ، ولم ينجحوا بإنقاذ طيار واحد، وأغلبهم يرغب بدور أكثر فعالية في المعركة ضد اليابانيين. قد يتفهم الضباط أن ما يقومون به هام، لكن بالنسبة إلى البحارة العاديين يقولون في أنفسهم: لماذا لا نغرق السفن؟ لكن مجدداً يتم تكليف فينباك بمهام الإنقاذ البحري، وعليهم مشاهدة المعركة من الهامش. هل سيتمكن ويليامز وطاقمه الجديد من تغيير الوضع والقيام بدور أكثر فعالية في هزيمة العدو؟ سبتمبر عام 44، بتمركزها جنوب جزيرة آيوجيما وجارتها تشيتشيجيما، تقوم الغواصة الأمريكية فينباك بمهام الإنقاذ أثناء ضربة جوية ينفذها الحلفاء ضد الجزيرتين. مع بدء الضربة الجوية طائرة، يرصد طاقم فينباك طائرة تقترب من غواصتهم. تشكل الطائرة تهديدا عادة، لكنهم سرعان ما يتعرفون على أن الطائرات صديقة، مقاتلات F-6F هيلكات. تقوم البحرية الأمريكية الآن بتكليف الطائرات المقاتلة بحماية الغواصات. على عكس قاذفات القنابل التي تستهدف الجزر، تقدم هيلكات الدعم لطواقم الغواصات للحماية وتحديد أماكن الطيارين في المحيط الشاسع. بهذا يمكنك وضع نظام معين لهذه الفوضى لتتمكن من تحقيق هدف إنقاذ الطيارين الغارقين. 1 من طائرات هيلكات الأربع المكلفة بحماية غواصة فينباك تعدل مسارها وتتجه نحو الجزيرة، وفينباك تتبعها. وأخيرا بعض الحركة التي ستثير حماسة طاقم الغواصة، أعني هذا سبب وجودهم هنا. بالدخول إلى موجة الراديو المخصصة لاتصالات عمليات الإنقاذ، يصغي الطاقم للحصول على أي معلومة من طائرات هيلكات. لن تعرف ماذا ستجد حتى تصل إلى هناك، وحتى هذه التفاصيل الشحيحة جدا يمكن أن تحسن من عملية الإنقاذ. لكن الراديو يبقى صامتا. رغم التحسينات التي أدخلت على التعاون بين الطائرة والغواصة، تبقى العلاقة غير محصنة ضد أعطال الأجهزة. حالياً تقود الطائرة فينباك نحو جزيرة آيوجيما، والتي يمكن للمدفعية الساحلية اليابانية استهدافها منها. ليس لدى القائد ماكيني أدنى فكرة عن السبب، نظراً إلى غياب التواصل عبر الراديو وعدم علمه بنية الطيار.
ويليامز يقرر الانسحاب. إلى اليمين بأقصى سرعة. تعدل فينباك مسارها بعيدا عن مدافع الجزيرة. لكن الطائرات لا تلحق بهم. ظناً منه أن الطيارين يعرفون شيئاً لا يعرفه، يغير ويليامز المسار مجدداً ليلحق بطائرة هيلكات. يحاول الحفاظ على مسافة 7 كيلومترات بين الغواصة وساحل أيوجيما، لكن مع كشف الطائرة لموقع الغواصة يفتح اليابانيون النار من الشاطئ. تضرب قذيفتان الماء على بعد 137 مترا تقريبا من الغواصة المكشوفة. يمكن لأي من هذه المقذوفات أن تضر بالغواصة وتمنعها من الغوص مجددا. أخلوا البرج لنغوص لنغوص. يأمر ويليامز بالغوص. يترك مسافة بين فينباك والجزيرة ثم يعود إلى السطح. سرعان ما ترصد الطائرات المرافقة الغواصة. طائرة! وتواصل تغطيتها الجوية. بعد ساعتين من انقطاع الاتصال يلتقط الطاقم أخيرا رسالة عبر موجة الراديو المخصصة للإنقاذ، والتي تكشف عن موقع طائرة أمريكية سقطت. يحدد ويليامز المسار لتعقب الهدف. للأمام بسرعة. للمرة الثانية اليوم يندفع الطاقم نحو موقع تحطم. يحافظ ويليامز الآن على مسافة آمنة تبلغ 15 كيلومترا بين غواصته وساحل أيوجيما. طائرة على الميمنة. يرصد الكشاف شيئا في الأفق وميضا من ضوء الشمس. إلى اليمين مباشرة. ويقترب ويليامز باتجاهه. هذا الوميض عبارة عن إشارة يقوم بها طيار أمريكي باستخدام مرآة. تقترب فينباك بالتدريج. تم تصوير عملية الإنقاذ. يوجه ويليامز الغواصة مع اتجاه الريح مع اقتراب طوف النجاة، ويرمي الطاقم حبلا. مهمة الإنقاذ شبيهة جدا بمناورات التدريب التي تخضع لها هذه الطواقم مرارا وتكرارا. بعد 5 ساعات ونصف من تحطم طائرتهم يجذب المنقذون الطوف نحو الغواصة ويسحبون الطيارين 3 على متنها. يبدو الارتياح واضحا على وجوههم. يتلقى توماس كين، جيمس توفل وجون دورتي ترحيبا حارا. بالنسبة إلى ويليامز ورجاله، يعد هذا الإنقاذ نقطة تحول بعد سلسلة من الإخفاقات. أصبح الطاقم منصبا على العمل أكثر. لم يعد الأمر خياليا، فهم يرون إنسانا. يمكنك أن تبدأ بالتعاطف معهم لأنهم بشر مثلك. لكن إنقاذ فينباك الأول ليس سوى البداية، فيمكن لمحاولتهم التالية أن تغير مسار التاريخ. 2 سبتمبر عام 1944، جنوب شرق اليابان 800 كيلومتر، يقوم الملازم روبرت ويليامز مع طاقمه على متن غواصة فينباك بعمليات إنقاذ طياري الحلفاء الذين سقطت طائراتهم. إلى الجنوب على متن حاملة الطائرات الأمريكية سان جاسينتو يستعد طيارو سرب قاذفات القنابل رقم 51 لشن هجوم على جزيرة تشيتشيجيما اليابانية. قبل دقائق من موعد الإقلاع يضع طاقم طائرات أفينجر الذي يدعى ذا باربرا اللمسات الأخيرة على خطط طيرانهم. تقتضي مهمة السرب باستهداف 2 من أبراج تشيتشيجيما الإذاعية بعيدة المدى. تعد جزيرة تشيتشيجيما أهم مركز اتصالات خارج اليابان،
هناك هوائيات راديو ضخمة تقوم بتوجيه الاتصالات إلى البحرية اليابانية. إن نجحوا فسيشلون قدرة البحرية اليابانية على تنسيق حركة أسطولها بحمل يصل إلى 225 كيلوغراما من القنابل. يقلع أصغر الطيارين عمرا بين طياري السير. مع اقترابهم من الهدف ينجح الطيارون بتحديد موقع البرجين. يبدأ أول طياري أفينجر الهجوم بسرعة 560 كيلومترا في الساعة. ينقض الطياران الأمريكيان نحو الهدف، فترد المدفعية اليابانية المضادة للطائرات. يراقب طاقم طائرة ذا باربرا بدء أول قاذفتي قنابل بشن الهجوم. يسقط طنان من المتفجرات على الهدف. حان الآن دور الطيار الشاب. يقترب من هدفه على ارتفاع 2400 متر قبل أن يتمكن من إلقاء القنابل. يتعرض ليوابل من مضادات الطيران. تصيب قذيفة المحرك وتندلع النيران. هذا وضع فوضوي جدا، حيث ملأ الدخان قمرة القيادة وأصبح بالكاد يمكنه الرؤية. على الطيار أن يقرر، إما أن ينسحب ويحاول العودة إلى حاملة الطائرات أو يواصل الهجوم. يختار أن يواصل التقدم ويقومون برمي قنابلهم. سجل ذا باربرا 4 إصابات، لكن مع دفع الطيار للطائرة المتضررة نحو مياه المحيط يصارع للسيطرة عليها. لم تعد الطائرة تتقدم ببساطة، ولديك أقل من ثانية لتتخذ خيار القفز. يأمر الطيار طاقمه بالقفز من الطائرة ثم يترك الطائرة بدوره. على الساحل الغربي لتشيتشيجيما يتأهب الملازم روبرت ويليامز مع طاقمه على متن فينباك استعدادا لبدء عمليات الإنقاذ. عند 9:30 صباحا يصل تقرير عن طائرة أمريكية سقطت. لدينا طيارون في الماء 6 كيلومترات، لكن موقع التحطم على الجانب الآخر من الجزيرة. ما زالت الغواصة بعيدة ساعات حتى بإبحارها بأقصى سرعة. تهرع فينباك نحو الإحداثيات. إلى الشمال الشرقي ينجو الطيار الشاب من السرب رقم 51 بعد هبوط اضطراري في الماء. يقوم بمسح المحيط الواسع، لكنه لا يجد أثرا لزميله. مع انتفاخ طوف نجاته بالقرب من ساحل الجزيرة اليابانية ورغم نجاته من الطائرة المحترقة، يعرف أنه ما زال في دائرة الخطر. فهو يدرك تماما طريقة معاملة اليابان لأسرى الحرب. في 24 أكتوبر 1943 وقع 3 جنود أستراليين في الأسر في غينيا الجديدة. يتم اقتيادهم من زنزاناتهم بعد أسابيع من السجن والضرب والتحقيق الوحشي. يجبر اليابانيون النقيب ليونارد سيفلت على الركوع.
قطع رأس سيفلت والجنديين الآخرين. بحلول سبتمبر عام 44 كان الطيارون الأمريكيون قد شاهدوا صورة اللحظات الأخيرة لسيفلت. تم تداول تلك الصورة بشكل موسع بين قوات الحلفاء، لذا كان لدى الجميع فهم جيد للمصير الذي ينتظرهم بدورهم إذا وقعوا في الأسر لدى اليابانيين. تدفع تيارات المحيط الآن قارب نجاة الطيار نحو شاطئ تشيتشيجيما. الأسوأ من ذلك أن قوارب يابانية انطلقت من الشاطئ. أنت وحيد تماماً وقريب من جزيرة معادية، أنت في حالة يأس للابتعاد عنها وتجدف بيديك لتجنب ذلك المصير. ومجدداً عادت حياة الطيار إلى دائرة الخطر. جنوب شرق اليابان، تتجه فينباك الأمريكية نحو موقع تحطم طائرة أمريكية. على بعد 16 كيلومتراً ينجرف طيار شاب نحو ساحل جزيرة يابانية والتي انطلقت منه سفن معادية نحوه. يبدو الموقف ميؤوساً منه حتى ظهور طائرتين أمريكيتين تابعتين لسربه في السماء. تهاجم طائرات أفينجر الزوارق اليابانية، ما جعلهم يتراجعون إلى الشاطئ. لكن نظرا إلى قرب نفاد الوقود على الطائرتين أن تعودا إلى حاملة الطائرات، عاد الطيار وحيدا وفي دائرة الخطر مجددا. إلى الجنوب تقترب فينباك من إحداثيات موقع سقوط الطيار، وذلك بتوجيه من غطائها الجوي. قارب نجاة على الميمنة. أخيرا يرصد المستطلع شيئا أصفر اللون في المحيط الواسع. من طوف النجاة وبعد أكثر من 3 ساعات من الخوف والمعاناة، يعتقد الطيار ذو 20 عاما أنه بدأ يهلوس ويرى ما وصفه بالشبح. يرى نقطة سوداء في البداية، ثم تظهر غواصة أمام ناظريه. يخشى أن تكون غواصة يابانية. لكنه يتعرف على طاقم الغواصة براحة كبيرة. إنهم أمريكيون. يبدأ ضابط التصوير على متن فينباك بتسجيل الحدث. يتجمع 5 من أفراد الطاقم عند المقدم لسحب طوف النجاة. قبل حلول الظهيرة وبعد أكثر من 3 ساعات من التحطم، نجحوا بإنقاذ الطيار الشاب ووضعه على متن الغواصة. أصبح بأمان. كان معي رجلان آخران هبطا على بعد 1.5 كيلومتر تقريبا إلى الشرق. سأكون ممتنا إن بحثتم عنهما. ما زال زميلاه على متن الطائرة مفقودين. يأمر الملازم ويليامز بالبدء بمسح المنطقة. داخل الغواصة يصلهم تقرير، والذي يحتوي إحداثيات طيار أمريكي في قارب نجاة بالقرب من جزيرة هاهاجيما جنوبا. للأمام بسرعة. يشعر الطيار بالفرح على أمل أن يكون الرصد يخص أحد زميليه. مع اقتراب فينباك نحو الهدف، ترسل الطائرة الحائمة المزيد من المعلومات. أكدت المعلومات أن قارب النجاة يطفو على بعد 2.5 كيلومتر تقريبا من هاهاجيما تحت نيران اليابانيين.
حتى الآن حلف الحظ فينباك بعمليتي إنقاذ سهلتين، لكنهم مضطرون الآن إلى الاقتراب من الساحل الياباني، والخطر أشد بكثير بما أن الشمس لا تزال ساطعة. ولحماية الغواصة، أخلوا البرج، أخلوا البرج. يستعد طاقم فينباك للغوص. على ويليامز أن يتقدم خلسه. ما إن وصلوا إلى عمق المنظار بعد أقل من 30 دقيقة، يحدد ويليامز موقع طوف النجاة. لكن إن صعد إلى السطح في مجال نيران الجزيرة، يخاطر بغواصته وبأرواح كل من على متنها. يتراوح عيار المدفعية الساحلية من 76 إلى 127 مليمترا، لذا فقذيفة واحدة تكفي لإلحاق الضرر بالغواصة. وإن كانوا يعجزون عن الغوص، سيفقدون أفضل وسيلة دفاعية لديهم. في الوقت ذاته يمكن لأي من هذه القذائف أن تقتل الطيار المحاصر. على ويليامز أن يبتكر طريقة لإنقاذ الطيار وحماية غواصته قبل فوات الأوان. 2 سبتمبر عام 44، بعد ساعات من إنقاذ طيار شاب على مقربة من جزيرة يابانية، يواجه الملازم ويليامز مهمة أشد صعوبة، مجبرا على الغوص لتفادي نيران المدفعية الساحلية اليابانية. على فينباك أن تجد طريقة لتقترب بما يكفي لإنقاذ هذا الطيار دون الصعود إلى السطح. محاولة المناورة بغواصة تزن 1800 طن ضمن نطاق أمتار قليلة هو أمر صعب جدا. محاولة وصل هاتين النقطتين ببعضهما تعتبر أيضا مهمة صعبة. كما أن فينباك لا تملك وسيلة لنقل ما تنوي فعله إلى الطيار، كما أنه غافل عن وجود الغواصة. تخيل حالة الارتباك التي ستصيبك إن ظهرت هذه الغواصة أمامك من حيث لا تدري. بداية يخطط ويليامز لتحرك سريع لجذب انتباه الطيار إليه. تقترب فينباك من الطيار بسرعة 4 عقد، أو ما يعادل 7 كيلومترات و400 متر في الساعة. مع إدراك الطيار لما يحدث وفهمه الوضع الراهن، يندفع منظار الأفق نحوه. لابد أن نتساءل، ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأصعد على متن هذه الغواصة؟ رغم فشل الطيار بالتشبث، يأبى الملازم ويليامز الاستسلام. حين أخطأ الهدف واجه الأمر بالضحك. عليك أن تحافظ على روح الفكاهة وتخلص من التوتر، لأن هذه الطبيعة الإيجابية تنتقل إلى طاقم الغواصة. تبدأ فينباك محاولة أخرى لإنقاذ الطيار، والذي لا يزال تحت خطر النيران. يستوعب الطيار الأمر هذه المرة، ويتمكن من التعلق بمنظار الغواصة الأفقي. لكن مع شروع فينباك بالابتعاد عن الجزيرة، يصارع الطيار للتشبث مع اندفاع الغواصة بسرعة نحو 11 كيلومترا في الساعة. يضع ذراعا حول المنظار، وبالأخرى يمسك قارب نجاته الذي بدأ يمتلئ بالمياه. يعرف أنه يستحيل عليه أن ينجو بعودته إلى البحر بهذه الوضعية. تحت السطح
يتكيف ويليامز مع الوضع. اصعد إلى ارتفاع 15 مترا. يأمر بصعود الغواصة إلى أعماق سطحية أكثر، وذلك لكشف حافات منظار الأفق. مع توفر الدعم له من البنية الفوقية للغواصة، أصبح الطيار في وضع أكثر أمانا. أمسكنا به، هيا صعد لسحبه. مجددا تعود فينباك إلى المحيط المفتوح. على بعد 8 كيلومترات من مرمى نيرانها هاجيما، يمكن للغواصة أن تخرج إلى السطح بأمان. ينزل الملازم جيمس بيكمان ويتلقى ترحيب الطاقم. خلال يومين فقط أنقذت فينباك 5 طيارين، من بينهم الطيار الشاب الذي أنقذ في وقت سابق من ذاك اليوم، وهو الرئيس المستقبلي لأمريكا جورج بوش الأب. بيكمان ليس أحد الطيارين المفقودين اللذين كانا برفقة بوش. رغم جهود البحث لم يتم العثور على زميلي بوش. لم يستطع بوش نسيان الخسارة. سيتساءل دوما عما إذا كان بإمكانه فعل ما هو أكثر لإنقاذهما. تحمل فينباك ما يكفي من المؤن لتأمين غذاء الطيارين. سيبقون على متن الغواصة لما يقارب الشهر، وهي المدة المقررة للدورية. واصل بوش خدمته وصولا إلى منصب رئيس الأركان، لذا منحه ذلك الفرصة لفهم ما تعنيه الحرب للجنود. يصغي بوش لمجريات المعركة أثناء إغراق الغواصة لسفينتين معاديتين، وينجو من هجمات قذائف الأعماق. مع صعود الغواصة إلى السطح ينضم بوش للمراقبة على البرج. وصل بوش خدمته وصولا إلى منصب رئيس الأركان، لذا منحه ذلك الفرصة لفهم ما تعنيه الحرب للجنود. لقاء جولته فوق تشيتشيجيما، حصل الملازم الثاني جورج بوش على وسام صليب الطيران الرفيع على بطولاته في المعركة. عند انتخابه رئيسا عام 88 قام بدعوة الأفراد الناجين من طاقم فينباك في جولتها 10 للسير معه في موكب تنصيبه. مع نهاية الحرب العالمية الثانية نجحت غواصات عصبة الإنقاذ بإنقاذ أكثر من 500 طيار. تؤكد عمليات الإنقاذ فكرة الجيش الأمريكي بعدم التخلي عن أي رجل وفعل كل ما في وسعهم لإعادته إلى الوطن. من الهام أن نقارن هذا مع ما كان اليابانيون يدربون فيلقهم الانتحارية كاميكازي عليه في تلك المرحلة، فقد كانوا مستعدين للتضحية برجالهم، بينما كان الأمريكيون يفعلون كل ما في وسعهم لإنقاذ رجالهم. سيتضح فيما بعد أن الملازم الثاني ماكسن من طاقم الغواصة سكيت هو البحار الأمريكي الوحيد الذي سقط أثناء مهمة إنقاذ.